فهمت. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر. قصة مؤلمة ومبكية حول هذا القطاع. فاحنا كنتواجدوا في منطقة الحلحال مع واحد الأم والابنة ديالها اللي كتعاني من تشوه على مستوى القلب. هذا واحد الموضوع بالنسبة لي أنا ما صعيب، لأن ملي كنتكلم على واحد الطفلة كتبلغ من العمر 6 سنوات حتى الدراسة ممنوعة منها، كتعيش فقط يعني بالتنفس الاصطناعي، عندها ثقب على مستوى القلب وعندها تشوه على مستوى القلب، صمامات ضيقة، العروق مقلوبين. نعم، دابا هذا كنسميو تشوه خلقي. عملات واحد العملية ولكن للأسف العملية ما نجحتش. جينا عند هنا لمنطقة الحلحال بالقرب من مقبرة الغفران، بغيت توجه واحد النداء للجمعيات اللي قدر انه يساهم، لان ملي كنتكلموا على طفلة صغيرة وعملية ديال القلب راه ما ساهلاش، والمشكل اللي كاين هو انها محرومة من الدراسة، محتاجة ساك اباري بورتابل اللي تقدر تنقل بها، عاد مشكلة على مستوى السمع. حاول عافاك غير ترفع الصوت ديالك، لان هاد لاباري الصوت ديالها مجال انا غير باش مرحبا عاودي لي شنو واقع بالضبط وشنو بغيت توصل للمشاهدين. انا 2021 كنت كنتهرب من هاد العملية هادي، وكيقولوا لي ما تخافيش ديريها غيكون خير هادي صافي. بقيت حتى ل 2023 باش درتها لها. درتي لها عملية في 2023؟ درتها لها في شهر 6. فين؟ في المصلحة الدولية ديال طنجة. درتي لها في طنجة؟ اها. باش درتها لها ما نجحتش العملية. ما نجحتش ما قالوش لي. ولكن علاش ما نجحتش؟ حيت الصمام ضيق بزاف، خصو يتبدل، خصو يلا بغا الصمام ضيق. كل 4 سنين خاصها تبدل الصمام. ملي كتكبر اذا. والعملية شحال كلفات؟ العملية درت بخمسة ونص. 5 مليون ونص. العملية بعت كانت عندي بالراكة انايا. فيها بالراكة في سيدي رحال. وبعتها وباش درت لها العملية. من بعد كنت تعرفت واحد الجمعيه ديال الايتام تكلفوا بيا على حساب الساكن. صافي بقاو متكلفين بيا على حساب الساكن، وكاين ناس اخرين كيعاونوني بمواد غذائيه، بحكم دابا 18 ساعه ديال الاكسجين ما كنقدرش تفوتيها. دابا ما تقدرش تخرجي من الدار؟ خرجت الساعه ونرجع. ما خاصكش تفوت نص ساعه؟ حيت عندها ربع ساعه حتى نص ساعه ديال الاكسجين. دابا كل ساعه خاصها تاخذ منها ربع ساعه حتى نص ساعه تاخذ الاكسجين. ولا الى مثلا لا قدر الله وهد الضوء تقطع، شنو غيقدر يوقع؟ مشكله، خصني نمشي للسبيطار ديال المستعجلات. خاصك دير المستعجلات باش يديروا ليها تنفس صناعي. وهاديك الجمعيه بقات مكلفه بيا المده ديال 6 شهور، خدات الوثائق ديالي وقالت لي قد تعاطف مع الناس، يعني فرحتني على اساس ما غيبقاو مكلفين الساكن حتى نشوفوا الدريه كيفاش غادي تكون. من بعد حتى ملي عيطوا لي فرضت عليا الزواج. شكون اللي فرضوا لك الزواج؟ ولكن بما غادي تزوجي هذه دابا الجمعيه كيفرضوا لك الزواج باش ما يبقاوش مكلفين هما بالسكن. ماشي على قضيه السكن، قالت لي انت، قالت لي ما يمكنش، قالت لي انت ما خداماش وهذه بزاف الحوايج، قالت لي احسن تزوجي باش الراجل تزوجي به هو اللي يزيد لك المصاريف كامله. دابا واش حنا كنتزوجوا قبل باش واحد يزيد لنا المصروف، ولا كنتزوجوا من اجل حياه سعيده ومن اجل على قبل المصاريف؟ دابا زعما كثر المصاريف عليا. ايوا هذا الراجل اللي غادي يزوجوك ليه دابا، المهم سمعوا بان هذه الجمعيه كانت مكلفه لها بالسكن، ملي هي عندها المصاريف كثيره اقترحوا عليها انها خاصها تزوج، الا ما تزوجتيش تخش قلب على راسها، ما يبقاوش مكلفين، ما يبقاوش مكلفين بها. دابا هذا السيد اللي غادي تزوجي به خاصو يكون ماشي، خاصو يكون بحال الملاك باش يقبل على المصاريف ديالك وديال بنتك، بالاخص ديال بنتك اللي هي ماشي بنتو، خاص يكون انساني وخاص يكون، خاص تعطي الوقت ديالو هي اكثر الوقت كنعطي لها هي، والوقت ديال بنتك ماشي ديالو. دابا ما بقاوش مكلفين بك. دابا حبست لي هاد الشهر واحد السيد الله يجازيه بالخير هو اللي خلص لي هاد الشهر. من بعد قبل ما نكملوا عطينا عافاك غير الرقم باش ما نوضعوش، لانني باش نوضعوا لان نسيت. ما 06 عافاكم الرقم ديال المساعده هو هذا 06 26 26 44 44 41
09. المهم هذا راه هو الرقم ديال المساعده، غادي نوضعوه في التعليق، وحاولوا عفاكم تكتبوه الا كنتو كتعرفوا شي جمعيه نتساعد هاد تساعد هاد الطفله الصغيره كتبلغ من العمر 6 سنوات، محتاجه عمليه، محتاجه مساعده، محتاجه بزاف الامور. البنيه ما شاء الله تبارك الله يحفظها لك، وخاصه تقرا. باش تقرا خاصها الاكسجين بورتابل، خاصها ديرو بحال اباغاي، اما كديرها في الكتف ديالها اما كتشدها بحال الساك فين ما مشات، خاصها تكون راكبه هدا. فنتمناو من الجمعيات وكذلك من المحسنين يساعدوا، لان حتى البنيه راه بلات كتفهم. دابا راه 6 سنوات قالت لي شوف ما بغيتش، عمي قالت لي ما بغيتش وجهي، قالت لي ما بغيتش وجهي يبان. دابا هي عملي الحالي اللي كنطلب هو بغيت ندوز ليها حيت داك الشوف كيمشي لها من عينها. دابا بغيتي اللي عندك دابا اسبقيه هو الشوف ديالها، بدا كينقص الطبيبه ديال القلب بالكونتونسيو طالع عليها. ديجا كانت كتشرب دواء ديال الطونسيو وحبساتو. المهم انا كنحاول الكلام اللي كتقولوا هي كنحاول نعاودو لان الصوت بعيد ولاباري الصوت ديالها شوي كاثر، ف محتاجه من يساعدها في الكونترول يعني تمشي تشوف طبيب ديال العيون. لا لأن الطبيب ديال القلب، الطبيب ديال القلب ولا غيعرف علاش الشوك كيمشي لها على حساب الكونتونسيو طالع. بلاتي الطبيب ديال القلب ولا غادي يقدر يعرف علاش الشوف بدا كينقص ليها. كيمشي ما كتبقاش تشوف. كيمشي لها 2 سكوند ما كيبقى يبان لها. با ما بقاش كتشوف. ثاني الطونسيو كون طالع بزاف ما كيبقى يبان لها والو، شويه كيرجع. فاش كتجي المستجد قالوا لي خاص الطبيب ديال القلب يشوف. اذا دابا خاص ضروري يشوف الطبيب ديال القلب. خاص الطبيب ديال القلب وخاص يعاوني في الكراهه على الاقل خاطر شهر 10 بما قلت. دابا هذه هنا دابا كاريه. دابا المحسنين ما يمكنش شي حاجه تكون ضامنه انه غيتكلف ديما ولا اذا خلص الشهر اللي فات هذا الشهر هذا شوفي واش غادي يخلص لك الكرا ديالك ولا لا. المهم شوف الناس باش تفهموا، غير باش تخرج تخدم من سابع المستحيلات. ما يمكنش انها تخرج تخدم لان الحياه ديال بنتها متعلقه بهذا لاباغاي، وهاد لاباغاي خاصها تكون حداها الام ديالها لان هي اللي غتوكلها وهي اللي تبقى مراقبه. ما عندهاش الحق انها تخرج على برا، ولا بغات تخرج على برا خاصها دير معها بنتها، ولا بغات دير معها بنتها خاصها اباراي. نص ساعه ما خاصكش تفوتيها لان هاد لاباغاي هادي مرتبطه بالضوء. فكنتمنى منكم ديروا نفسكم يعني في نفس المكان اللي فيه الام، ديروا هاد البنت بنتكم وحسوا بها، لان صعب جدا ان تكون عندك بنيه صغيره وكتشوف فيها مسكينه كتهدب. فالمهم سولت دابا قلت لها كتمشي، قالت لي لا ما كنمشيش عمي. قلت لها علاش؟ قالت لي خاصني اباري. قلت لها اين اباري؟ قالت لي هادي ديال الاكسجين. عمي هانية شاصحي عاصحي كنا مزيانة ما افني منها ما شاء الله، الله يحفظها لك يا ربي. سمعتك جاي فرحات احس ما شفتهاش ملي دور معايا شي 3 سنين ولا ما 4 سنين. 3 سنين في كوفيد. لا قبل من كوفيد 2021. قبل من كوفيد. لا في 2000 ورا كوفيد جيت عندي 3 سنين. دابا 3 سنين تقريبا ورا تبدلات كتحرك كتمشي عادي كلشي. حتى دارت العمليه هادي. دابا ملي درت العمليه صحتها نقصات ولا شنو؟ نقص لها الاكسجين ونقصات، مابقاش كتقدر تزيد ومابقاش كتمشي بزاف، كدير لها بوسات. بلاتي دابا قبل ما دير العمليه كانت مزيان شويه. كانت عادي نورمال. دابا تكلمي لها شنو؟ هذاك العمليه اللي درت اها كتسخف كيضرب بالجهد. اذا ما خاصهاش الحركه، ما خاصهاش ف كيف سمعتوا بان ملي دارت العمليه ديال القلب وما نجحاتش الحالات ديالها تدهورات، الشوف بدا كيمشي ليها، القلب ديالها ولا كيضرب بواحد السرعه. شنو اخر؟ السخفه، الفم ديالها كيزرق. اذا هادشي كامل من بعد الفشل ديال العمليه او من بعد العمليه. ولكن ما قالوش لك علاش العمليه فشلات، ما نجحاتش. السمام مضيق.
ولكن ما كانوا عارفين ما ناجحش، حيت الطبيبه اللي مشات عاود ثاني عندها باش تدوز ليها قالت لي ما كانش عليهم يديروا العمليه حتى عارفينها ما ناجحش، قالت لي زعما علاش عذبوها هكا؟ عارف العمليه ما ناجحش ودارو لها؟ دارو لها حيت التصميم ما يمكنش يتسرح، حيت مضيق، ربي عطيها مضيق، الا وقع في شي فوتي خاصو يتبدل. شوف ربي كبير، ربي كبير. انا ما نكرهش المره الجايه ان شاء الله. هنا كاين المشكل ديال الانترنت، عفوا كاين المشكل ديال البنت ما كديرها لها. فالمهم الخوت غادي نوصلوا لنهاية المباشر ياك، الرقم راه هو 0626 44 41 09. الناس اللي بغيو يتواصلوا معها، اللي بغيو يجوا يشوفوا البنيه، هي كتوجد في الحلحل بالقرب من مقبره الغفران، هنا في كيعيشوا. فنتمنوا لها طول العمر ان شاء الله، والله يحفظها، وربي راه حاميها وما عندها مناش تخافي ان شاء الله. غير النفسيه ديالها، حاولوا تجيب البنيه ضروري طب النفسي. مثلا الوليدات الصغار فهمتي، يكونوا عندها يهطوا يلعبوا معها يونسوا، لان انت ما الدماغ ديالك ماشي هو ديالك، خاصه وليدات صغار هما يجوا عندها، صحابها اللي في المدرسه يجيو يبركوا معاها، فهمتي. والمهم احنا من العائله، من الجيران، من سميتو، جيو يبركوا معها، لان محتاجه ال شكون اللي كاين؟ كاينه وحده سميتها نعمه. نعمه صاحبتك؟ اها. كبر مني وحده صغيره سميتها سلمى. وفين هما؟ الفوق عند ماما. الفوق كيهبطوا عندك؟ عزاز عليك؟ غتولي شويه ياك، غتولي شويه جوبي يقول لي ان شاء الله ان شاء الله، وغادي نديك البارك وتلعبي وتنقزي وتجري وتعومي. قولي لي هذيك الرؤيه اللي شفتي. شفت راسي مشيت للحج وفاش بقات كدعي عليا ماما، وفاش داتني السبيطار الطبيب ديالي حسيت براسي تعبت. فين ما كنت حلمتي براسك مشيتي للحج وماما كدعي معاك ودرتي عمليه ونجحت؟ لا مشيت عند الطبيبه قالت لها زعما تشافيتي. شوف ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، صافي يلا. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. المهم الخوت غادي نوصلوا لنهايه المباشر، بارطاجوا.